السلام عليكم. سد النهضه في كتير جدا شافوا الصور لسد النهضه، احيانا بتيجي في التلفزيون، بتيجي على الجزيره، بتيجي على العربيه، بتيجي على سكاي نيوز عربيه، على قنوات كتير جدا جدا وتقارير وكل حاجه. بس انا عايز اوريكم سد النهضه على الجوجل ايرث، يعني هنشوف الخريطه بتاعته من القمر الصناعي، هنقرب من كل مكان عن قرب، هنشوف المداخل والمخارج، مساحه البحيره اللي وراه، لغاية هنمشي مع نهر النيل من سد النهضة لغاية ما نوصل القاهرة. نبتدي. ده تقدر تقول كده هو الجي بي اس بتاع موقع سد النهضة. احنا دلوقتي شايفينه من ارتفاع كبير جدا، طبعا ده كده ما قبل الدخول على السد بتاع النهضة، ده النيل الأزرق، ودي تعتبر البحيرة اللي بيتجمع فيها المية قبل ما نوصل سد النهضة، الحتة اللي الزرقاء الكبيرة اللي انت شايفها دي اللي هي بيتجمع فيها المية قبل سد النهضة، اللي هي المفروض عايزين يحطوا فيها أكتر من 70 مليار. في الجزء دوت ده مطار قريب جدا من سد تاني بيخدم على سد النهضة، هنتكلم عنه دلوقتي بشيء من التفصيل. العلامة الحمراء دي بتاعت الجي بي اس دي اللي هي سد النهضة تحديدا من ارتفاع عالي. دلوقتي هنقرب منه تحت، هنعمل عليه زوم ونشوف كل التفاصيل بتاعته. دلوقتي هنبتدي نقرب بالزوم شوية علشان نعرف تفاصيل السد وهيئته والبنية بتاعته من قريب جدا، ونشوف كمان أغلب المنشآت اللي حواليه عاملة إزاي. يعني تقدر تقول كده إن السد شبه واضح من هنا، وكل الصورة ما تقرب كل ما هيبان وضوح. في حواليه طرق كتير ومنشآت كتير، هنحاول نعدل الصورة شوية كده عشان يبقى الوضع باين معدول. ده كده اللي المحيط بتاعه بشكل قريب. طبعا الصور دي بتبقى من القمر الصناعي، غير الصور طبعا اللي بتيجي لقطات مثلا في التلفزيون، لقطة صغيرة مش باين فيها التفصيلات دي. يعني التفصيلات دي كده باين فيها الشغل بتاع الإنشاءات ماشية ازاي والبوابات وأماكنها. لما هنقرب شوية كمان هيبان بشكل أوضح. ده المحيط بتاعه، باين الطرق الصغيرة في النص، باين الأوناش اللي بتشتغل، يعني ده الونش كبير اهو للرفع، وفي أوناش صغيرة، ده ونش برج وفي أوناش عادية. ده يعتبر المكان اللي فيه البوابات اللي هو اللي على الشمال ده اللي بتخرج المية، وده الممر الأوسط اللي هو المفروض هيعلوه دلوقتي، وده الجزء اللي في الجنب التاني برضو الأوناش باينة والوضع بتاعه باين. هنبتدي نتحرك دلوقتي يمين وشمال ونشوف بصور أقرب. يعني الونش ده باين جدا، وده ونش بعجل عادي وحتى رافع الرفعة بتاعته، يعني شكله واضح. دي تعتبر البنية التحتية بتاعت سد النهضة وما حوله. هنبعد دلوقتي شوية عن سد النهضة بس برضه في المحيط بتاعه، ونشوف ايه اللي حواليه. يعني انا برضه بستطلع زيكم، انا معرفش، انا بتفرج يعني دلوقتي لأول مرة، بحاول اشوف كل اللي حوالين سد النهضة، يعني زيكم بالظبط. يعني انا مش عارف ايه اللي انا اللي بعمل عليه زوم ده، انا مش عارف ايه هو. انا هحاول اقرب واشوف، احاول اعرف ايه ده، هل دي مثلا مباني، مساكن؟ بس من الواضح كده ان يعني دي مثلا دي كونتينرات، دي كلها كونتينرات، دي ممكن تكون مخازن لعدد او مثلا حاجات للشغل بتاع السد، معدات وما الى ذلك، مواد خام. يعني السد زي ده طبعا بيستخدم كميات كبيره من الحديد والمواد العازله والشغل، منجره مسلحه وحداده مسلحه وحاجات كتير جدا جدا جدا. فهنحاول نقرب ونعمل زوم على اماكن تانية في الجنب التاني من السد. ما هنقرب دلوقتي هنا، ان انا برضو كده برضو اول مرة اشوف معاكم المنظر ده. المنظر ده بالنسبة لي عبارة عن تقدر تقول المكان اللي بيتحضر فيه الاسمنت والخامات اللي بتتضرب مع بعض وبتستعمل في الخلاطات. يعني دي تقدر تقول محطة الخلط بتاعة الخرسانة، الجافة.
دي من الهيكل بتاعها او من الشكل بتاعها، ودي طبعا الخزانات بتاعت الاسمنت والمواد اللي بتتجمع مع بعض وبتعمل الخلطة بتاعت الصبة. يعني واضحة جدا في الصورة، اي حد من الناس اللي بيشتغلوا في الانشاءات او المهندسين مجرد ما هيشوف الصور دي هيعرف ده ايه. بس انا برضو بما ان يعني شغلي برضو في المقاولات، فده من الواضح ان هو جزء تبع الحاجات الانشائية اللي بيشتغلوا بيها. فدي صور انا اول مرة اشوفها زيكم برضو بالظبط. دي ممكن تكون عربيات قلاب عشان تحويل المواد دي. نشوف مكان تاني برضو كده حوالين سد النهضة، نحاول نعرف ايه اللي فيه. ده عبارة عن ايه بقى؟ انا مش عارف بصراحة ده عبارة عن ايه، فلو في حد من المهندسين يقدر يحدد ايه دوت يا ريت تكتبيها في التعليقات. نروح مكان تاني برضو حوالين سد النهضة. يعني تقدر تقول اللي احنا بنعمله دوت بنحاول نشوف سد النهضة عن قرب، ايه اللي حواليه، ايه الوضع اللي حواليه. في حاجة تانية بقى مهمة جدا، انت عندك سد النهضة ده معمول عشان يخزن كمية ضخمة من المية حوالين السد، زي بالظبط السد العالي، ما احنا بنشيل خلف السد العالي بحيرة ناصر كمية من المية. ولكن بالنسبة لسد النهضة في مكان تاني ما بين جبلين، الجبلين دول فيهم جزء منخفض، الجزء المنخفض دوت لو السد اتملأ بكمية مياه كبيرة المياه هتتسرب من مكان تاني وتخرج من السد. لذلك هم علشان يقطعوا الطريق على الموضوع دوت وياخدوا كل كمية المياه اللي بتروح لمصر والسودان ويخزنوها ورا السد، قفلوا المكان دوت بخزان تاني او بسد تاني اللي هو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالظبط. ده مفيش حد بيجيب عنه اي صور ولا اي اخبار ولا بيجيب عنه اي حاجه، كل الاعلام مهتم بسد النهضه وهامل السد ده تماما، مع ان السد ده لو اتضرب السد النهضه مهما شال من ميه الميه هتتسرب وتنزل السودان وترجع تلف تخش في النيل الازرق تاني. انما السد ده يمكن باين في الخريطه بتاعت الجي بي اس، اهو السد التاني اللي على اليمين دوت اللي جنبيه مطار. انا مش عارف برضو المطار ده مطار مدني ولا مطار عسكري، ولكن هو في جنبيه مطار قريب منه جدا اهو على اليمين، المدرج بتاعه اهو مطار واحد منفرد. فالسد دوت علشان خاطر المية اللي بتتجمع ورا سد النهضة ما يتسربش منها اي حاجة خالص وتنزل تروح السودان، فيقدر يخزن الكمية الكبيرة اللي هو عايزها. فانا مش عارف برضو يعني الاعلام ما بيبينش دور السد ده ليه. دلوقتي احنا هنمشي هنتجه شمالا، هنخرج من سد النهضة، نشوف بقى رحلة المية وهي بتخرج من سد النهضة لغاية لما توصل القاهرة. هنمشي معاها واحدة واحدة كده بشكل بطيء شوية وسريع شوية لغاية لما نوصل القاهرة. هنعدي على سد الرصيرس وهنعدي على السد العالي وهنعدي على أسيوط والمنيا لغاية لما نوصل القاهرة. بس احنا دلوقتي لسه في أثيوبيا، احنا دلوقتي تقريبا في دي خطوط كهرباء، يعني حتى الاسلاك بتاعت الكهرباء باينه. يمكن انتوا شفتوها دلوقتي الحته اللي عدت اللي عملت عليها زوم، دي الاسلاك بتاعت الكهرباء واضحه في الجي بي اس. هنحاول نبعد شويه بالصوره عشان نمشي اسرع، بس هي الصوره كده على البوصله تقدر تقول ان هي مقلوبه، فانا يعني عايز اعدلها بحيث يبقى نخلي الشمال شمال والجنوب جنوب. يعني انا عايز لما نبقى بنرتفع فوق نبقى بنطلع ناحيه مصر. احاول الف كده الخريطه شويه، اتحايل على البوصله بتاعت الجي بي اس بتاعت الجوجل عشان اخليها تمشي زي ما انا عاوز. ايوه لفها سنه كمان عشان يبقى الوضع. ايوه تمام، لف 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 سنه كمان. ايوه كده كده جوائز كده كده بالنسبه لنا كده في الجنوب كده سد النهضه. كده كل ما نطلع شمالا يبقى احنا ماشيين اتجاه مصر. كده بالنسبه لي هيبقى الشرح افضل شويه. احنا كده بنطلع شمالا بنتجه ناحيه السودان، يعني احنا كده ماشيين على النيل الازرق باتجاه السودان. احنا كده خلاص طلعنا من سد النهضه والمكان المحيط بيه ومتجهين الى سد الرصيرس اللي هو معرض لخطوره، او هو يعتبر في المواجهه مع سد النهضه في حال الانهيار او يحصل فيه اي مشكله. ده سد الرصيرس من موقع عالي، ده خزان الرصيرس اللي هو اللي موجود في السودان، ودي البحيره اللي قبليه. اي خزان بيبقى دايما قبليه بحيره عشان يخزن فيها المياه، دي لازمه الخزان.
يعني هما بيختاروا السدود بحيث يبقى السد في وراه مكان يقدر يخزن فيه كمية كبيرة من المياه، زي البحيرة بتاعة سد النهضة، زي البحيرة اللي ورا خزان الروسيرس اللي انتوا شايفينه دوت، زي البحيرة ناصر اللي هي موجودة في السد العالي. ده الشكل بتاع خزان الخزان السوداني اللي هو أول خزان مياه بعد سد النهضة، وباين جدا ان هو يعني فيه مياه وبيشيل كمية كبيرة من المياه، لذلك لو جت عليه كمية أكبر من كده بكتير ده بيهدد السدات بخطورة. لذلك السودان من حقها تخف النقطة دي، يعني لو حصل مشكلة في سد النهضة انهيار عن طريق زلزال أو غيره هيسدد خطورة كبيرة، وخصوصا إن المسافة قريبة جدا ما بين سد النهضة وما بين الخزان ده. يعني احنا يمكن عندنا في مصر في وقت، يعني انت معاك مثلا على الأقل 12 يوم لغاية لما توصلك المية، ممكن تكون قدرت تحل يعني تحل جزء كبير جدا من المشكلة، وأكيد عندنا الحكومة واخدة بالها من ده. يعني انت عندك السد العالي، في جنبيه وراه بحيرة ناصر، في انت عامل ممرات لخروج المية توديها توشكا، منخفض توشكا، عشان خاطر تقلل يعني تقلل المشكلة. المهم خلينا دلوقتي في سد الرصير. سد الرصير لو هتيجي تشوف حواليه منطقة سكنية ضخمة، يعني بمجرد المية ما تخرج من سد الرصيرس او يحصل له اي مشكلة، من الواضح في الصور بتاعت الجي بي اس بتاعت القمر الصناعي هتلاقي حواليه كلها مناطق سكنية ومساجد ومباني، يعني في كمية كبيرة من البشر، يعني مساجد، او مسجد مثل اللي انا شايفه ده مسجد عروسة، ومساجد اخرى، يعني المنطقة كلها سكنية ففيها خطورة جدا مهددة بشكل كبير. فاحنا هنمشي دلوقتي برضو هنكمل مع السد العالي كده، احنا خرجنا من سد الرصيرس وهنتجه شمالا ماشيين مع النيل الازرق، هنعدي على مدن واماكن يعني ده مثلا مركز صحي ابو هشيم في السودان جنوبا، هنفضل ماشيين مع سد مع النيل الازرق. على العموم طول ما احنا ماشيين مع النيل الازرق قدام شويه هنقابل التقاطع ما بينه وما بين النيل الابيض، وبيتقابلوا تقريبا في قريب من العاصمه، يعني قريب من ام درمان، هنوصل لها دلوقتي هتبان معانا على الخريطه. دلوقتي احنا ماشيين وصلنا فين الاماكن دي، حته اسمها سنار، وماشيين برضو مع النيل الازرق، وده تقريبا كوبري علو فوق النيل، ده متنزه سياحي، وده مين ده قدي قرية تن 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 تن. ده كوبري ودي منطقة سكنية كبيرة برضو، دي مدينة دريم، مدينة ايه، مدينة دريم، وهنا في جامعة، كل ده حوالين النيل الازرق. فانت كل العمران والاماكن اللي فيها سكن وفيها عمارة حوالين النيل، فاي خطورة من فيضان في النيل هيسبب كارثة في السودان. كل دوت النيل الازرق، لسه ما وصلناش للنيل الابيض، هنحاول نسرع شوية. تمام كده احنا وصلنا للمكان اللي هيبقى فيه تلاقي النيل الابيض مع النيل الازرق، او النيل الابيض اللي على الشمال ده، النيل الابيض جاي من مكان تاني وبيتقابل مع النيل الازرق في مكان واحد وقريب جدا من الخرطوم. الخرطوم اهي ابتدت تظهر، وام درمان قدامها على طول، يعني ام درمان دي طبعا معروفة الموقعة بتاعت الماتش بتاع كاس العالم اللي كان بين مصر والجزائر، كان في ام درمان اللي كان فيه حوالي مشاكل كتيرة جدا. المهم انت هتلاحظ هنا في عندك جامعة اسمها جامعة الراوي، تقريبا جامعة الراوي الازهري، يعني انت في عندك جامعة ازهرية موجودة في السودان، وجامعة السودان العالمية، وحتة اسمها المعمورة، في حتة في حتى السودان فيها المعمورة كمان زي عندنا في اسكندرية اهو. طب دي معلومة جديدة. وجامعة افريقيا العالمية، والميناء البري بالخرطوم، دي العاصمة يعني، فأكيد هيكون فيها كلها طبعا مربعات سكنية وأماكن كتيرة جدا. المستشفى التخصصي كوبري تقريبا،
وده النيل الأزرق، دي جامعة أم درمان الإسلامية، وده مستشفى، دي أم درمان، وفي مطار أهو مطار الخرطوم الدولي باين في الجي بي إس. مطار الخرطوم يعتبر جاي ما بين النهر الأزرق والنهر الأبيض، ودي جزيرة توتي، جميلة جزيرة توتي دي، واقعة في موقع استراتيجي جبار بصراحة، بين يعني موقعها جميل جدا جزيرة توتي دي، جزيرة توتي واسمها جميل قوي توتي، أنا بحب الاسم توتي ده لأن أنا عندي بنتي اسمها توتي، فتصادف إن الجزيرة دي على اسمها، دي حاجة كويسة برضه. فاحنا دلوقتي هنحاول نسرع شوية ونخرج من أم درمان، نتجه إلى السد العالي مباشرة، يعني نحاول نطلع كده بسرعة، نروح السد العالي نشوف شكل البنية التحتية للسد العالي، الفرق بينها وما بين سد النهضة، الفرق بينها وما بين سد الرصيرس. هنحاول كده نتحرك بسرعة، نبعد شوية بالزوم علشان خاطر يدينا مسافة أسرع. كده هنتجه شمالا، نروح باتجاه مصر، النيل اللي هو دلوقتي طبعا لما بعدنا بالصورة، النيل اللي هو الخط الرفيع ده، في حتة كده بياخد كيرف بيطلع لفوق وينزل تحت ويطلع تاني، زي الحتة كده اللي في قنا، النيل بيطلع بياخد كيرف كده. كده احنا وصلنا الى الحدود المصرية بعد ما نخرج من السودان، اللي هو تقريبا الخط الابيض ده كده الحدود المصرية، ده وادي حلفة ودي البحيرة النوبية، دي كده بداية الحدود المصرية. هنحاول نقرب شوية بالزوم علشان نبص عليها عن قرب، ده أبو سمبل في الجنوب، ودي الجزء اللي فيه بحيرة ناصر اللي هي بتجمع فيها المية قبل لما نوصل إلى السد العالي. دلوقتي احنا كده دي بحيرة ناصر، وهنخش على أسوان، وهنخش على السد العالي. هنحاول نعمل زوم كده نبص بس على بحيرة ناصر دي، نشوف ايه وضعها، لان انا اول مرة بصراحة اشوفها من الجي بي اس، فعايز ايه اشوف يعني حجمها قد ايه، ايه اللي جنبها، ايه الدوائر المدورة دي، الدوائر دي شكلها غريب، نحاول نقرب كده نشوف الدوائر دي ايه هي، عبارة عن ايه، يعني شكلها غريب اوي، دواير جنب بحيرة ناصر، يا ترى هي ايه، نقرب كده شوية 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 شوية، هنقرب كمان، شكلها تقريبا دي زراعات، شركة لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي، دي دي اللي هي الأماكن اللي بتبقى مزروعة بالبتاع اللي بيلف ده كده، في حاجة بتلف كده تسقي، بتعمل دواير ضخمة من الزرع، بتتزرع بري بالتنقيط، فشكله مشروع كبير يعني، لأنه باين من القمر الصناعي بشكل كبير. المهم دلوقتي احنا هنقرب من السد العالي، وهو ده أهم حاجة عندنا في الوقت الحالي، لأن هو اللي بيخزن كميات مياه كبيرة ورا بحيرة ناصر، أهو ده كده ابتدى يبان، أهو ده السد العالي اللي هو عند العلامة الزرقاء اللي على اليمين، وعلى الشمال في مطار أسوان الدولي، قريب جدا من السد العالي المطار ده، السد العالي الهيئة بتاعته، ده المطار بتاع السودان. نشوف المطار الأول ولا نشوف السد العالي الأول، اللي يحمل الأول نتفرج عليه، ده السد العالي اهو، يعتبر طبعا في طريق بيعدي من فوق السد العالي، هي كل حتى الشوارع ابتدت تبان، مخزن قبليه كمية محترمة من المياه، جنبيه مطار أسوان الدولي. طب احنا نبص بس على المطار كده عن قرب ونشوف المطار ده شكله ايه، بعدين نرجعه تاني للسد العالي، ده كده المطار من الداخل، الشوارع والحاجات اللي فيه، يعني انا بعتقد ان اكيد مطار ده برضه هيكون فيه امكانيات للدفاع كمان عن السد العالي، يعني اكيد مش هيبقى مطار، في احتمال يبقى برضه مطار دولي وبرضه في مكان للدفاع عن السد العالي لأي هجوم محتمل من أي مكان.
ده المطار كده من قريب، ده الباركنج بتاع العربيات، ده مسجد مطار أسوان، ده المدرج بتاع الطيارات، الصالة بتاعته، وكل الأماكن الخدمية بتاعة المطار، والصالات الانتظار، والمكان اللي فيه العربيات اللي بتركن، والجناين بتاعته. لا يا بصراحة مطار ممتاز يعني، أنا أول مرة أشوف المطار بصراحة. ده المدرج بتاع الطيارات. طيب احنا دلوقتي نخرج من المطار، احنا بص بقى ايه على السد العالي من قريب، نشوف ايه الدنيا اللي حواليه عاملة ازاي. طريق أسوان أبو سمبل. طيب يعني كده الطريق بتاع أسوان أبو سمبل ده معدي قريب جدا من المطار. كويس كده بقى ايه، نشوف السد العالي شوية عن قرب. ده مرسى معبد كلبشة. المرسى ده شكله كده حواليه مراكب وبتاع، وايه بتاع الأزرق ده، ده ايه ده؟ نقرب سنة كده، مكتوب ايه؟ رمز الصداقة المصرية والاتحاد السوفيتي. اه يبقى ده طبعا الاتحاد السوفيتي ايام الرئيس جمال عبد الناصر، هو اللي يعني ساعد مصر في بناء السد العالي، فده ممكن ده رمز الصداقة المصرية والاتحاد السوفيتي، يعني شعار اتعمل يعني بيوضح ان كان في صداقة ما بين مصر والاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي، فموجود اهو، ده حتى مكانه واضح جدا، اول مرة اشوفه برضه. ان انا بصراحة ما زرتش السد العالي على ارض الواقع، صدقني بزوره معاكم دلوقتي. ده كده السد العالي، من الواضح ان هو في عرض جامد في السد، يعني عريض، وده بيديله تأمين أفضل من سد النهضة. تقدر تقول كمان انه متقفل كويس من الجناب، يعني المية مش خابطة في جسم السد مباشرة، لا دي معمولة بشكل تدريجي، الردم بيصد أي ضغط بتاع مية، يعني التأمين بتاعه عالي شوية، من الصعب اختراق السد. دي الحاجات اللي حوالين السد، واعتقد ان في وجهة نظر ان دي ممكن تبقى حاجات تأمينية للسد. فالسد يعني تقدر تقول السد بتاعنا متأمن كويس، والقوات المسلحة بتاعتنا صاحية، وكل حاجة موجودة، وكل حاجة متأمنة ان شاء الله، يعني كل حاجة متأمنة. فالسد العالي شكله بصراحة جميل جدا، في المكان التذكاري بتاعه، إمكانيات الدفاعية بتاعته ممتازة. دلوقتي احنا عايزين بقى نخرج من السد العالي ونتجه شمالا لغاية لما نوصل القاهرة. قريب هنبتدي نطلع فوق، هنلاقي هنا محطة مياه السد العالي، ومسجد الأسمنت، ومستشفى معبد فيلة. ونبتدي نطلع فوق شوية، هنلاقي مثلا ايه ده، هنا ادفو مثلا، مركز ادفو. بعد مركز ادفو هتلاقي مركز اسنا، ودي الحلة، ودي المعلة. حاول نقرب شوية، وهنا الشغب، وهنا المحاميد بحري. تن 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 تن. وهنا أرمنت. كل ده كده احنا متجه شمالا باتجاه القاهرة. دي الحتة اللي فينا دي اللي شبه الحتة اللي في السودان كده، النيل برضو بيلف بيطلع فوق ويرجع ينزل تحت تاني. كده عدينا وصلنا هنا، ووصلنا أسيوط، وبعد كده أسوان، بعد كده بني سويف، واحنا هنا وصلنا القاهرة بسلام. فياريت تكون عجبتكم الجولة ديت، وياريت تكونوا استمتعتم بيها وشفتوا حاجات ما كنتوش تعرفوها. شكرا.